اوقات كتير بقول لحضراتكم انا بحب تبقوا شايفين الحاجات المفصلية اللي ممكن تحصل في اي ازمة، علشان لما تحصل تبقوا عارفين ان انتوا سمعتوا عنها قبل كده. بيقال اننا على ابواب حرب في لبنان. مش بس بيقال، دول كثيرة طلبت من رعاياها مغادرة لبنان الآن. يعني مثلا كندا قالت انها هتسحب ما يقرب من 45,000 من رعاياها ومواطنيها في لبنان. دولة الكويت طلبت من كل المواطنين الكويتيين الموجودين في لبنان مغادرتها فورا. يعني في اشياء كثيرة بتحدث. المدمرة جيرال فورد الأمريكية بتتجه لشواطئ البحر المتوسط عشان يحموا حبيب أمه نتنياهو لو حصل له أي حاجة. فأنا مش بكلمك على أصله في توتر، أصل في تصعيد، لا، أنا بكلمك على ناس بتتكلم أن هناك حرب ستحدث. سيادة العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، أهلا بيك يا فندم. تحياتي لحضرتك يا استاذ عمرو وجمهورك الكريم في العمل، اهلا بيكم يا فندم. ماذا سيحدث؟ طبعا هي غزه هي مركز الموضوع. حزب الله بدا في 8 اكتوبر كجبهه اسناد، وفرنسا وامريكا حاولوا طول الفتره دي ان هم يعملوا مبادره خاصه يفصل لبنان عن غزه، وحزب الله مصر وفي جميع كلماته مصر على فكرة أنه جبهة إسناد وأنه لن يتخلى عن المقاومة ولن يعقد صفقة إلا بعد انتهاء الحرب بتسوية مقبولة من قبل حركة حماس، وبعدها ممكن يتفاوض على القرار 1701 والعودة إلى ما وراء نهر الليطاني والترتيبات التهدئة كما كان ما بعد حرب تموز. الجانب الأمريكي في آخر رحلة المبعوث هامس عامس هوكستين حاول مع السياسيين اللبنانيين، وكان السيد بري نبيه بري رئيس البرلمان يعني وسيط عن حزب الله وما وصلش لشيء، ومع الجانب الإسرائيلي ما وصلش لشيء بفكرة الدخول في هدن أو قبول الصفقة حتى يتم نزع فتيل الأزمة في غزة، فيعني يتم نزع الفتيل الأزمة الأكبر في لبنان. هذا لم يحدث، وأرسل نتنياهو 2 مبعوثين، ديرمر رون ديرمر وتساحة هنجبي اللي هو وزير الشؤون الاستراتيجية ورئيس مجلس الأمن القومي للجانب الأمريكي عشان يقنعوهم أن يعطوهم ذخيرة لحرب لبنان. الجانب الامريكي رافض ان هو يعطي ذخيره، لان الوقت اللي اسرائيل بيكون معاها سلاح وذخيره العمليه بتقوم بيها، يعني لو معاها يكفي لبنان هتقوم بذلك، لو معاها اللي يكفي ضربه طبقيه لايران هتقوم بذلك بصرف النظر عن الظرف المتاح يعني او السائد. فالجانب الامريكي بيرفض فكره ان يعطي اسرائيل حرب تبدا بيها، لكن لو حزب الله بدأ وهو لن يبدأ بالحرب هيعطيهم الذخيرة. الفورد حملت الطائرات بتقترب يعني بتتحرك المنطقة عشان لو حصل حرب مفاجأة بمبادرة من أحد الطرفين تكون داعمة لإسرائيل، لأن مش مبالغة في قدرات حزب الله، لكن حديث الدوائر الاستراتيجية والأمنية والعسكرية على فكرة أن القبة الحديدية ونظام الدفاع الجوي ربما ينهار امام ال 150 الف صاروخ. احنا شفنا عملية الهدهد، ودي عرض يعني انا عايز احاول افهمها ان هي يعني مسألة القبة الصاروخية دي ممكن حاجة بسيطة زي الهدهد دي او يعني المسيرة بتاعت حزب الله، يعني القبة الصاروخية دي لا تنفع بنكلة زي ما احنا بنقول يعني. بالفعل، ولو قارنا العمليات السابقة للقبة الحديدية ونسب الإصابة فحنلاقيها مثلا في الجولة الأخيرة مع الجهاد ما قبل طوفان الأقصى كانت 95%، يعني 5% عدوا، مع الأخذ في الاعتبار أن إمكانيات حركة الجهاد قليلة وصواريخها قليلة ولم تصل لمستوى كبير. لو بصينا لطوفان الأقصى في اليوم الأول 5000 صاروخ
خلال اليوم نجحوا في انهم يعملوا اللي يطلق عليه الاوفر وولمنج او التغلب في نواحي كثيره ضد بطاريات كثيره. حزب الله عنده ميزه قرب المسافه، عنده ميزه. طب حضرتك يعني تقديرك ايه للموضوع بتاع الهدهد ده؟ يعني ان هم قدروا ان هم يوصلوا ويبقوا موجودين فوق مدينه من المدن الكبرى في اسرائيل، بينها وبين الحدود اللبنانيه 28 كيلو، وصوروا المواني وصوروا البطاريات بتاعت القبه الحديديه، كل هذا الامر تقديرك ليه؟ يعني هل ده صحيح ممكن يكون عندهم القدرة دي حزب الله؟ عندهم الحقيقة. هو طبعا الطائرة الإيرانية بتطير بمدى 70 كيلو وتكفي من جنوب لبنان للوصول لحيفا وما وراء حيفا. طبعا هي طائرة مصممة ان صوت منخفض ومقطع راداري صغير وممكن ان تخترق المنظومات، وعندها ميزة انها بتبث مباشر اثناء التصوير. يعني ممكن الطيارة اللي صورت ده تكون سقطت او تم اسقاطها، بس هو خلاص سجل بقى. خلاص بيكون بعد، ودي خطورتها. يعني مش فكرة ان يتم ارتدادها ثم تحليل التسجيلات، بالإضافة لأن ممكن يكون الفيديو لو العشر دقائق تم تصويره في أكثر من طلعة في أكثر من وقت. لكن في الأخير هو عايز يقول لهم، ودي الرسالة الأهم، أن الأهداف التي ظهرت في الفيديو سوف يتم استهدافها. طب أنت تقديرك أنه هيحصل حد كبير حرب؟ أن في مناطق سكنية كبيرة. هيحصل حرب بين حزب الله وبين إسرائيل؟ إذا لم يتم الوصول لصفقة وإنهاء موضوع غزة سيكون هناك حرب في لبنان. وما بقت الحكومة الحالية لن يتم عقد صفقة لأنها لن تقبل وقف مستمر مستدام لإطلاق النار، وحماس لن تقبل بتبادل أسرى بدون ضمانات بوقف مستمر لإطلاق النار وعودة النازحين وخروج كل القوات. وأعتقد الوسطى مش هيقدروا يضغطوا على حماس، مع الأخذ في الاعتبار أن الوسيط المصري والقطري متفق على نقاط رئيسية في مطالب حماس، خروج القوات الإسرائيلية من كل الأماكن بما فيها ممر فيلادلفي، دخول المعونات، عودة النازحين. أظن أن الاتفاق ده خلاص دينا حتى ننساه. يعني خلاص نسيناه. يبقى احنا رايحين لحرب. يعني أنا مش شايف بوادر الاتفاق. يعني كنا خلاص على شفا واتفاق وجايين، والورقة المصرية والورقة القطرية والورقة الأمريكية واقتراح بايدن، وبعدين فجأة كل هذا الأمر صمت تماما. لن يحدث، ليس قصور في الوسطاء، الوسيط المصري والقطري، لكن لاعتبارات لا علاقة بالحكومة وبتشكيل الحكومة، وبأن نتنياهو لن يقبل شرط يسقط حكومته، وربما يسقط نتنياهو ويذهبوا بانتخابات أخرى، يعود المتطرفين ولا يعود نتنياهو، ونتنياهو إن لم يعود فسيذهب إلى السجن. فبالتالي ما فيش أفق لهذه الصفقة. لكن الأقرب أن في خلال الأسابيع القليلة الجانب الإسرائيلي يعلن أنه انتصر على حركة حماس وقضى على الكتائب في رفح، بيبحث الآن عن السنوار وبيتكلم على أنه في أنفاق ربما تكون تحت البحر، ممكن يكون في أحد المناطق الساحلية في خان يونس أو في الوسطى أو في مناطق الجنوب. لو قدر يوصل السنوار حي أو ميت هيرفع علامة نصر، وقضية خفض التصعيد في غزة حمالة أوجه، ربما يكون عشان، وده الأرجح، إنه بيسحب القوات والفرق الموجودة في غزة عشان يدعم جبهة الشمال، وعشان يقول لأمريكا خلاص أنا مفيش مآسي تاني للمدنيين، مفيش قتل المدنيين، تعاونوا معنا مع التهديد الأكبر اللي هو حزب الله. سيادة عميد سمير يعني راغب، التهدئة مش معناها إن رايحين لسلام. سيادة عميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية ودراسات الاستراتيجية، بشكرك شكرا جزيلا. ولو تشوفوا الطوابير اللي في مطار بيروت امبارح والنهارده، الناس كلها ماشية. أنا كنت في بيروت قريب، كانوا عندهم شوية أمل إنه يبقى فيه موسم صيفي بيعود فيه. يعني هو ما كانش يبقى مستني سياح كتير، لكن كان يبقى مستني عودة اللبنانيين اللي في الخارج، بيجوا في الصيف يشوفوا أهلهم، بيصرفوا شوية فلوس تعمل حبة حياة
ونفس للبنانيين. النهاردة هذا الأمر انتهى، يعني لا موسم صيف خلاص، يعني لأنه وقتها كانوا كلهم كل ما تقابل حد فيهم يقول لك تفتكر هيبقى في حرب، تفتكر أملهم أنه ما كانش يبقى فيه، وكان هذا الأمر يعني فيه شك، طيب نجدد المحلات، طيب نعمل مهرجانات، طيب نعمل حفلات كده. فجأة النهاردة، أنا أظن النهاردة ومبارح، في حد شال الفيشة من بيروت، يعني شال فيشة الأمل إنه يبقى عنده صيف. مين السبب وإيه الحكاية بقى، ده موضوع تاني والناس مختلفة فيه، إنما أنا بقول لحضرتك ده كان الواضح، كنت شايف عند الناس أمل. أظن امبارح والنهاردة هذا الأمل قد انتهى، وزي ما حضراتكم شايفين مطار على بعضه، مطار بيروت ده زحمة دايما على فكرة، بس كده أيضا اللي بيترك مش بس سياح ولبنانيين، وطبعا لبنان عندها كثير من الإخوة العرب اللي عايشين عندهم، عندهم فلسطينيين، عندهم عراقيين، عندهم جنسيات كثيرة عايشة في بيروت، دول كلهم بيخرجوا من بيروت، وطبعا حضراتكم ممكن تتخيلوا هيروحوا فين.